اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا مطبخ صحي، ولكن صحي بطريقه لطيفه وبنسبه تقريبا تتعدى 90%، يعني مرحله اولى من التنسيق. حلو الكلام. معانا فراخ النهارده هنعملها مشويه بالويستر صوص، حاجه كده لطيفه من المطبخ الغربي وواخده طعم السكريات شويه عشان نقرب المسافات لبعض. عمل الصوص ده فيه تكنيك عالي من الخبره، دخلوا زبده وكاتشب وسكر وصويا صوص وزيت سمسم، غلبه كده في الاخر بتدينا طعم لطيف الشباب بيحبوه والاطفال بيحبوه. هنعمل فراخ مشويه النهارده بس بشيش طاووق، يعني بطعم تاني خالص. معانا النهارده السبانخ هنعملها سلطه. السبانخ غنيه بالحديد، وعشان نستفيد بالحديد اللي موجود فيها معانا عصير الليمون. امتى بنضيفه للسبانخ؟ بالتاكيد في خبره علميه هنا طهويه، هنشوف ازاي نعمل سلطه السبانخ بطريقه بسيطه وسهله. طبعا الرز بتاعي النهارده رز مش بالخلطه ولا رز بالمكسرات، رز بالمشروب، يعني بروتين نباتي غني جدا وامن. على فكره المشروب من الحاجات اللطيفه اللي دايما بيتصدر عند اخواننا دكاتره التغذيه القائمه الاولى في النظام الغذائي. مشروب بروكلي كرومب، احنا معانا المشروب النهارده. هنعمل طبق رز جامد جدا في طعم وفليفر وبروتين نباتي امن زي الفل. مش عايز اصور لحضراتكم لان الحلقه النهارده هي ما فيهاش شغل، فيها تفاصيل علميه طهويه وكمان خبره طهويه. هنطلع فاصل صغير او هتروحوا بعيد، تابعوا دي. حضراتكم بعد الفاصل تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. معانا فراخ النهارده بطريقه جديده، لا هي شيش طاووق ولا فراخ مشويه كالعاده. الصوص بتاعنا النهارده صوص الاطفال بيحبوه، الشباب بيحبوه، مشهور في بعض المطاعم. هنشوف نعمله مع بعض ازاي بتفاصيله وباقل تكلفه ممكنه، وايه التركيه بتاعته يبقى زي بتاع بره او زي بتاع المحلات. يعني لما نقول بره ما نفتكرش بره مصر، لا زي بتاع المحلات اللي موجوده بره. معانا فراخ صدور، معانا كاتشب، ومعانا عسل، ومعانا صويا صوص، معانا خل التفاح، معانا زبده، وكمان الملح والفلفل والحاجات البسيطه السهله، والثوم ده اساسي، وعصير ليمون بس خلاص. مفيش بقى لا زبادي ولا الحاجات اللي احنا عارفينها بتاعت الايه الشيش برك والشكريه والحاجات بتاعت الشيش طاووق والشاورما والحاجات دي كلها. صوص خفيف النهارده كده على المعده كمان، وخفيف على الجيب على فكره، يعني معلقتين عسل مع شويه كاتشب وصويا صوص. هنعمل صوص كاننا سافرنا احدى الدول الغربيه واكلنا الاكله اللطيفه الجميله الحلوه اللي احنا هنعملها مع بعض النهارده. صدور فراخ اهم حاجه هتتقطع ازاي؟ لازم الشكل هنا يبقى شكل غربي. حلو الكلام؟ هنشوف نعملها مع بعض ازاي. تعالوا ناخد الاول صدور الفراخ دي نقطعها كده ونتكلم عنها شويه واحنا مع بعض عشان الموضوع مهم. ومعانا سمسم على فكره في المقادير، انا ناسي السمسم، يا سمسم. وخل التفاح ده مفيد جدا ومهم جدا. اول حاجه هنمسك صدور الفراخ نقطعها بالشكل ده كده، دي اهم حاجه عندي. حلو الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. صدور طازه تعرفها من شكلها، ما فيهاش ميه، ما فيهاش الماده اللزجه. صدور الفراخ لازم تكون طازه بالشكل ده كده، تعرفيها من شكلها وما تكونش ايه فيها الماده اللزجه. ولكن اهم حاجه لما اجي اقطع الفراخ بالشكل اللي انا عايزه دلوقتي لازم كمان السكينه الحاده او اداه التقطيع نفسها تكون مختلفه شويه، لازم تكون سكينه رفيعه بالشكل ده كده. انا مش بقول لك عشان تجيبي طقم السكاكين وتعملي فيها بوحه، لا خالص، يعني انت من مصروف البيت بتقدري انك انت توفري الحاجات الصغيره دي اللي تقدر تساعدك في المطبخ تعملي حاجات لطيفه. سكينه رفيعه بالشكل ده كده هنسنها عشان تريح ايدك وتقطعيها بالشكل اللي انت عايزاه. حلو الكلام. هناخد السكينه بعد ما نسن اللطيف نمسحها كده بمنديل نتيجه احتكاك المعادن ببعضيها، ده الطبيعي. وناخد صدور الفراخ بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت التقطيعه دي كده؟ لازم تكون رفيعه لان دي مش هتقعد على النار كتير. حلو. نفس القصه ناخد الموزه اللي تحت دي عايزها برضو نقطعها اتنين كده بالشكل ده كده. شفت ازاي؟ لان دي هتخش على سيخ خشب هتتسيخ دلوقتي مع بعض. نقطع دي كده بالطول كده.
ولازم تبقى رؤيه جدا، بيسالوني علشان تستوي بسرعه. حلو اهو بالشكل ده كده، نفس القصه. خلي بالك اوعي تعوري ايدك يا ست الكل، عايزينك. نفس القصه، ناخد الصدر ده كده كمان. سبحان الله البركه بتيجي فيه ازاي. هو دي، سمي بسم الله اهو. يعني الثلاث صدور دول هيعملوا دلوقتي ايه، 20 30 سيخ. روحي كليها بره كده مع شويه خضار سوتيه بقى، يجيب لك شويه بروكلي كده وشويه مشروم ولا شويه بطاطس، تدفع في الطبق مبلغ وقدره. انت هتعملها في البيت زي الفل اهي. التقطيع دي مطلوبه بالشكل ده كده. هتتبل بايدي يا شيف، اصبر على رزقك. نفس الطريقه كمان اهوت. الموزه اللي انا بحبها ناخدها نصين كده عشان دي تخينه. حلو اهي. نفس القصه بلاش النعناع ده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. خلي حته الفرخه تحت ايدك كده انت تتحكمي فيها، طالما انت ماسكه السكينه بمعبد ايدك كده وحاميه في ايدك اهم حاجه. شفتي اهو نفس الطريقه. بسم الله ما شاء الله، الطبق اتملى فراخ. نفس الطريقه دي برضو نصين كده. شرايح شرايح مش شرايح بانيه. حلو الكلام زي الفل بالشكل. هنتبل الفراخ دي مع بعض كده سريعا. التتبيله بتاعتنا هنا تومه مفرومه ناعم. خلي بالك مش هنحط لا كمون ولا كزبره بقى، الموضوع ده بريء من الكمون والكزبره. حطيت انا يا عم الشيف ايه، توم. احط شويه فلفل، مش هحط ملح. اوعى ايدك تيجي على الملح خالص في الاكله دي، الملح كمان بريء منها، لان احنا هنستخدم صويا صوص في التتبيله. صويا صوص، وطالما استخدمنا صويا صوص ما بنستخدمش الملح. دي الف باء مطبخ اسيوي، الف باء مطبخ ياباني، الف باء مطبخ صيني، ألف باء مطبخ ماليزي، المطابخ اللي حضراتكم بتحبوا تاكلوا الأكل بتاعها. هنحط عليها شوية صويا صوص زي الفل أهو. أهي شوية صويا صوص كده عليها. حلو. شوية خل التفاح عليها. وأنا شغال كده أهو. كميات قليلة خالص. معلقة زيت سمسم مش زيت زيتون. زيت السمسم خلي بالك ريحته قويه جدا، فبنحط كميه قليله زي ما هم كده اهو. الاكله دي صحيه من الدرجه الاولى، مريض سكر ياكل منها، مريض ضغط ياكل منها، مفيش اي مشكله خالص اهي، صحيه من الدرجه الاولى اهي. مفيهاش توابل ترفع الضغط خالص، زيت سمسم وصويا صوص زي الفل اهي. تمام، هناخد الفراخ بالشكل ده كده اهي اهي، وهي على البلانشه كده وفرحان بيها كده. عندي خشب، عندي ايه؟ خشب اللي هي الاسياخ الخشبيه اهي. اللهم صل على النبي. الاسياخ الخشبيه دي يا عم الشيف في الماركت يعني موجود، في العيدان الطويله دي اللي بتتعمل شيش طاووق وبتتعمل كفته احنا كلنا عارفينها، وفي العيدان الصغيره دي او مش لقيتيش الصغيره، قطعها دي نصين، وفر على نفسك الجيب وقطعها نصين. طب ليه حاططها في ميه مغازل؟ المخرج بيسال علشان نقدر نقاوم درجة الحرارة بتاعة الشوي مع العمر الافتراضي للسيخ الخشبي على النار، يوم ما يتحرقش معانا بسرعة وما يطلعش ريحة، طالما احنا حطيناه في مية وشرب مية. تعالي انت مثلا اكسري دول كده دلوقتي، ابدا جوزك في مستحيل، ده دي قوية جدا. طالما هي شربت مية اصبح ان السيخ الخشبي هنا قوي جدا على فكرة، فيفضل كسره قبل ما نحطه في المية. بصوا التفاصيل اللي بقولها دي صغيرة ممكن ان احنا نستهتر بيها، بس مهمة جدا. يعني انت ممكن تكسري الخشب دلوقتي تعوري ايدك لانه شارب ميه، فهي طلع منه حاجات كده مش لطيفه، فعايزه تكسريها بالشكل ده كده، تكسري السيخ الخشب قبل ما تبليه ميه، لانه طالما شارب ميه بقى قوي اهو. ده صعب كسره على فكره، واذا اتكسر مش هيتكسر كويس. هناخد كده بالسيخ الخشب كده اهو مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت الجو ده كده اهو؟ عيني زجزاج. والله بدور على الكلمه في المعجم اللغوي المغازي مش لاقيها. ده ابن حلال والله، زجزاج شفت ابن حلال، بتيجي في وقتك دايما يا شفيق. اهي 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 بس كمان واحده مع بعض. زجزاج هي دي بقى اللي قالها. اهي ده انا بص كده
دي لما تستوي هتتفرج عليها بقى، هتلاقي تفاصيل الشوي ما بين تنيات الفراخ او الزجزجه بتاعتها. عشان كده مقطعها ايه رفيعه. بيسالوني انت بتقطعها رفيعه ليه؟ عرفت ليه انا بقطعها رفيعه؟ ممكن تحط واحده بس لو كبيره زي دي كده. كمان دي مع شويه رز ابيض بسمتي يا شيف تاكل صوابعك وراها، مع شويه سباكيتي كده معمولين بالزبده تاكل صوابعك وراها. لا شيش طاووق بقى ولا الجو اللي احنا ايه عارفينه ده. عندي جريل على النار بتسخن درجه حرارتها قويه جدا، ما عندكيش جريل هاتي طاسه سمكه المعدن بتاعها قوي يعني تكون سميكه شويه. ليه سميكه يا شيف مغازي؟ هي مصاريف على الفاضي وخلاص؟ لا، علشان سمكه المعدن بيحافظ على درجه الحراره. قول تاني يا مغازي. بيعجبني قوي التريكات بتاعتك دي. طاسه سميكه او جريلا سميكه، ليه؟ لان هي السمكه بتاعه المعدن نفسه الظهر بالذات بيحافظ على درجه الحراره فتره طويله علشان اللحوم والفراخ تستوي عليها بدون ما تنشف ميتها او الجوس اللي جوه حته اللحمه او الفراخ او البرجر اللي بتسويه. خلي بالك الحاجات دي مهمه جدا. شفتي؟ اسيخ كده بقى. ورانا وقت بقى. ده ده لسه على الجريل بدري، لو عايزين تطلعوا فاصل انا جاهز. لسه لازم اسيخ ده كله مع بعض. لازم ازجزج ده كله. شفت يا عيني. ناخد بعضينا بقى وسيبوني مع الزجزجه. اريح خرجنا جميل. شفت ازاي؟ الموضوع لطيف على فكره. هطلع فاصل صغير اكون زجزجت كل الفراخ دي مع بعض ونشوف ايه تركيبه الصوص الوايستر صوص اللي الشيف المغازي هيعمله. لو رحت تشتري برطمان صغير كده ولا علبه تدفعي فيها مبلغ وقدره مش عارف كام لان ما بيشتروهوش، انت خليكي تعمليه في البيت بطريقه بسيطه وسهله وغير مكلفه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ايه الحلاوة دي يا مغازي؟ طبعا في الفاصل، في الفاصل احنا زجزجت الفراخ. معرفش لو قعدت ادور عليها الصبح شايفين ما كنتش الاقيها خالص. حلو، وقطعتها وبدأت ان انا سيختها بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي كده في قلب السيخ. ده شكل جديد. هي بص، هي فراخ ولو شفت المكون ده موجود معاك في المطبخ، انا مش جايب حاجة جديدة، الفكر بس هو اللي جديد. فكر الطهوي والخبرة الطهوية هي اللي جديدة. ده جاهز زي الفل. هنحط عليهم شوية زيت، مش هنحط زيت سمسم هنا بقى، زيت السمسم خلاص هي شربته والتتبيلة شربته. هنحط شوية زيت من دول كده، زيت زيتون، زيت عادي خالص اهوت. على فكرة ممكن تعمليها من بالليل وتخليها في التلاجة حسب ما انت حابة يعني. يعني مش لازم انك انت تضيعي وقتك الصبح جاية من الشغل مثلا والأولاد ما عندهمش وقت يصبروا للجو ده كده، أنت تعمليها من بالليل عادي. حلو الكلام؟ بنوزع الزيت هنا كده عشان ما يبقاش في حته واحده. لا حلو، جالنا سؤال من الكنترول دلوقتي. قال لك لو حطينا زعتر، زعتر راح على المطبخ الطلياني كده، رحنا على روما. احنا هنا بنعمل اكل ايه؟ بطعم تاني خالص. شفت الزيت ده؟ انا مش عايزه كتير. جريلا سخنه معايا، ولازم الجريلا تكون درجه حرارتها عاليه على فكره، ما تستهونيش بيها علشان هنا الصدمه الناريه مهمه جدا. دي مش مطلوب ان هي تقعد على النار كتير. شغل حلو مايسترو. انا ما عنديش الطاسه دي يا شيف، اعمل ايه؟ اجيب طاسه منين؟ عادي يا اختي والله العظيم، طاسة أي طاسة عندك بس يكون المعدن بتاعها جديد شوية. بسلة هنقلبها دلوقتي مع بعض من أول ما بدأنا نرجع لإيه للتالي الأخيرة. خلي بالك ده المطلوب. شوف التركية دي. وانت معايا، وانت معايا.
بس سلة. حلو تمام زي الفل. نبدا نقلب مع بعض. بدانا منين؟ من هنا. موضوع لطيف وسهل خالص. استوى، هتكمل تسويتها دلوقتي مع الصوص اللي انا هعمله. عرفت ليه انا مطحها رفيعه؟ الله عليك. بس خلاص نهدي النار عليها كده، ما ينفعش ان هي خلاص تاخد نار عاليه عشان ما تنشفش منك. تعال نعمل الصوص مع بعض سريعا كده. طاسه على النار. ايه البساطه والسهوله دي يا مغازي؟ واحده واحده معايا كده، علشان الموضوع النهارده ما فيهوش شغل، فيه ابتكار. شيل دي من هنا. تعال نعمل الصوص ده كده مع بعض سريعا. حلو قوي. معايا البوله الصغيره دي كده. شوف بقى الصوص ده كده. ده نشا، معلقتين من النشا. حلو قوي، دول معلقتين من النشا اهو. حلو الكلام. نحط على النشا ده يا عم الشيف الصويا صوص. حلو. نحط على النشا الصويا صوص. خلي بالك هنا في شويه صويا صوص انا عايزهم، فباخدهم كده بشياكه لان ده غالي سعره شويه، وانا كده كده عايز شويه ميه، باخدهم كده اهو. حلو الكلام. بقلب كده واشيل ده من هنا. مخرجنا بيقول لي روق يا الدنيا، ده الطبيعي. حلو. هنقلب الصويا صوص مع النشا بالشكل ده كده اهو. ننزل بالكاتشب. حلو قوي. ننزل بخل التفاح. تسلم ايدك يا حافظ اهو. ننزل بزيت السمسم وخل التفاح. كل دول مع بعض اهو، مكعبين من الزبده. وانا بقلب اهو. طريقه سهله بسيطه تقدري تعمليها. فص توم ني فص توم ني بصلايه ناعمه. حلو قوي. ونقلب كل ده مع بعضه يا عم الشيف. وفي قلب الطاسه بتاعتي. بص بقى الصوص. الله عليك. ايه البساطه دي يا شيف؟ ولا غلبه بقى ولا الجو. خد القوام على طول بسرعه ازاي. شفت القوام. حلو قوي يا شيف، تسلم ايدك. هيحتاج مننا شوية مية. على طول بتضيف مية مغلية عشان ده له قوامة. نشوفه مع بعض دلوقتي اهو. مكوناته ايه تاني مع بعض؟ توم، بصل ناعم، كاتشب، زيت سمسم، صويا صوص، معلقه عسل اهو، النشا طبعا اساسي اهو. عملنا كميه حلوه. الكميه دي بتخليها بعد ما تبرد عندك في برطمان تعملي فراخ حط منها، تعملي جمبري حط منها، جمبري مقلي، فيليه مقلي،
الفراخ بالطريقة دي. القوام اخباره ايه؟ سميك شوية، نخففه، حطينا النشا زيادة شوية، عادي مفيش مشكلة. الطعم هيفصل منك، تعملي ايه؟ وارد كل ده، ده كله وارد في مطبخك. اهم حاجة ما تحطيش ملح، ايدك بعيدة عن الملح خالص. القوام نخليه على نار شديدة بقى هنا كده زي الفل. نشيل ده من هنا، نجيب طبق التقديم. يا نعم، مع جمبري ممكن، الله، ممكن مع جمبري يا عم الشيف، ممكن مع فراخ مشوية يا عم الشيف. الله على الحلاوة، الله على الجمال. ممكن يتشال في التلاجة ونحافظ بيه في التلاجة، نستخدمه وقت ما احنا حابين. اهو شفت الفراخ طالعة متحمرة ازاي؟ نعم يا غالي، انا زيك كده والله العظيم. انا ممكن اكل الفراخ كده ولا ويستر صوص ولا مايستر صوص ولا كاتشب صوص ولا اي حاجه خالص، احبها كده شويه مايونيز وكاتشب وخلص الكلام لو جيتوا سالتوني يعني. الطحينه بقى راح على شيش طاووق. كل واحد بقى ايه بيخترع، يبتكر. دي عشان عايزه رز بسمتي بس. شفت الاكله اللطيفه دي؟ نشيل كل حاجه من هنا بقى ونبدا نحط الصوص بتاعنا عليها كده بالشيكه مع عود روزماري حلو كده. خلص زي ما هي، انا مش هشيل غير الجريلا بس علشان ايه سخنت معايا. اللهم صل. خلي بالك دي بقى، عايزاها اقول على حاجه حلوه بيحصل معانا ايه في المطبخ. الحاجات دي مهمه يا شباب بجد والله العظيم. انت عملت اكله وفرحانه بكده زي الشيف المغازي، بتاخد الجريلا دي تحطها جنبك على المطبخ وتسيبيها لتاني يوم وتالت يوم، لما تفتكريها تيجي تغسليها تكرهي انك تعملي الفراخ. بيحصل ولا ما بيحصلش بالله عليك وانت بتشوفيني دلوقتي؟ لو انت شلتيها دلوقتي وحطيتها جنب الحوض وكلت الفراخ دي يوم اتنين وحلينا بحته بطيخ وعصير سموزي وزي الفل، تاني يوم تالت يوم افتكرتيها تيجي تغسليها هتكرهي تعملي الفراخ دي. انا بقى حببك في انك تعمليها، هتعملي ايه؟ هتاخدها زي ما هي كده على الحوض، شوف اهو، ونحط فيها ميه. هي خلاص نضفت اهي زي ما هي، هتحط فيها ميه بس، الميه وهي سخنه، هتسمعي الصوت دلوقتي. بس خلاص نضفت معاك. شفت الحاجات الصغيره دي مهمه جدا على فكره. ليه يا عم الشيف؟ نتيجة وضع الماء على المعدن وهو سخن بيساعد على ايه؟ نظافته سريعة. حلو الكلام؟ كده فراخ مستوية معايا زي الفل؟ الحاجات دي بتساعدك في المطبخ، بتعملي كبسة، بتعملي مقلوبة، حلة فيها رز، الحاجات دي كلها وهي سخنة حط عليها المية. عينيا، خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل مع بعض. اوعى تروحوا بيت. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد، بأقل تكلفة ممكنة تقدري تخترق أي مطبخ في العالم، لأن معاكي شيف شاطر يقدر إن هو يعلمك تعملي الفراخ إزاي بطريقة بسيطة وسهلة. الفراخ شفناها قبل الفاصل، شويناها طبعًا، طلعت من الشواية بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. أهم حاجة وهي سخنة ننزل بالواستر صوص. وده يفضل قبل التقديم مباشرة، بس لازم الفراخ تكون سخنة. بننزل عليها كده اهو، شايف الصوص الشفاف ده كده اهو، يعني اللون بتاعه لون العسل. جه ازاي؟ مكوناته شفناها مع بعض، نشا، كاتشب، عسل، خل التفاح، توم طازه، عصير ليمون، زي الفل يا عم الشيف. كمان شويه واحنا معانا الصوص بيتقدم جنبه كده للي عايز يزود، مفيش اي مشكله، بألف هنا وشفا. هنخليه على جنب كده. عندك شوية فراخ مشوية، أهلا وسهلا. عندك جمبري مشوي بنفس الطريقة، السمسم كده يترش على الوش، ألف هنا وشفا. طيب هنرجع لطبق تاني دلوقتي هنعمله مع بعض، سلطة السبانخ. السبانخ قيمة غذائية عالية جدا، السبانخ نقدر إن احنا مصدر غني جدا للحديد، وفي نفس الوقت كمان نقدر نستفيد بيها لأطفالنا الرياضيين اللي مش بيحبوا السبانخ، نقدر إن احنا نضيفها لهم في بعض الأكلات. الصورة بجد على الشاشة تخطف الأنظار، توجع القلب. صورة مكونات السبانخ طازة معانا زي الفل، معانا من المكونات بتاعتنا بصلة وتومة وعصير الليمون وزيت زيتون، وتقدر تحط شوية البهارات بتوعك، ملح وفلفل. والعصير الليمون هنا بينضاف للسبانخ بعد التقديم، بعد ما تبرد مباشرة. ولكن في تركاية علمية كده طهوية ازاي تعالوا نعمل السبانخ مع بعض. طاسة شديدة الحرارة كده بتسخن معايا جامد اهي. حلو الكلام؟ انا هحطها هنا كده عشان مخرجنا الجميل يجيبها.
حلو، من شدة الحرارة بتاعت الطاسة طبعا شايفين ازاي هي سخنة وجاهزة. حلو قوي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ ببساطة خالص كده، بنحط زيت زيتون، حلو، شوية دول كفاية. بنحط في الزيت ده بصلاية ناعمة، لا مش هناكلها نية، هناكلها بالشكل ده كده اهو، والتومة نية، التقليبة دي كده مطلوبة اهو، التشويحة دي كده اهو، حلو، تسخن معايا جامد، رشة الملح الجريئة الحلوة. ليه الملح؟ هنقول دلوقتي ليه الملح بالشكل ده كده. ناخد السبانخ بتاعتنا الحلوة، شوية سمسم كمان، يا دلعك يا عم الشيف، يعني أوميجا 3 في السبانخ. هننزل، استنى هسه شوف اللون الحلو، ننزل بالسبانخ بتاعتنا بالشكل ده كده. دي طريقة جديدة وحقوق الطبع لدينا، بس ادي السبانخ بالشكل ده كده. الصدمة دي مهمة جدا. زي الفل يا عم الشيف، نخليها على النار كده. كل اللي انا هعمله دلوقتي يا عم الشيف، معايا مية بتغلي على النار، ناخدها كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وهعمل الحركة دي. الله، المية دي فيها ملح، عشان وجود الملح مع المية المغلية بيخلي لك السبانخ تستوي بسرعة. ونفس الطبق اللي كان فيه السبانخ بحطه هنا كده واسيبها شوية. حلو الكلام، ونروق كل ده نشيله من هنا. شيء بيخترع النهارده، شغال كده مواضيع ما كانتش على البال ولا الخاطر. انا عايز غطا يغطي السبانخ، ليه؟ عشان اعمل عمليه احتباس للبخار اللي بيطلع من السبانخ، يقوم يهبط السبانخ وياخد معايا فليفر وطعم. حلو الكلام، تعالوا نجيب الطبق اللي هنقدم فيه السبانخ بتاعتنا. اللهم صل على النبي. البخار بيطلع دلوقتي، حضراتكم شايفين اهوت بيطلع، هيخلي السبانخ دلوقتي تدبل معايا وتبقى لطيفه وزي الفل. هنجهز عصير الليمون زي الفل، ده عصير ليمون تتبيله اهيت، زيت زيتون. نعم يا غالي، الفراخ دي عدلها للامانه شويه رز بسمتي ابيض، رز بسمتي ابيض دي عدلها، تاكل صوابعك وراها. وهنا شويه فلفل اسود، ده الصوص بتاع السبانخ جاهز. هنشيل السبانخ من النار دلوقتي، التقليبه دي مطلوبه، ده زيت زيتون وعصير ليمون ورشه فلفل اسود، سلطه السبانخ زي الفل. التقليبه دي مطلوبه، لا مش حابب الخل مع السبانخ، مش لطيف. حلو، نعمل ايه يا عم الشيف؟ هنشيل الغطا ده كده او البايركس ده كده. اللهم صل على النبي، ما تخافيش مش هتتكسر، لو اتكسرت اجيب لك غيرها. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنقلب السبانخ دي مع بعض. اللهم صل على النبي. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ابتكار طهوي. استوت السبانخ، انا مش مطلوب ان انا اسويها، انا مش بعمل يخنه السبانخ، خلي بالك. شفت الجو ده كده؟ هاخدها زي ما هي كده بالصوص بالتتبيله اللي هي سبعه السبانخ، عباره عن زيت زيتون، تومه، بصلايه ناعمه، رشه ملح صغيره. وليه رشه ملح يا شيف؟ انت في العاده بتحط الملح في الاخر. العلم الطهوي والخبره الطهويه بتقول ايه؟ خضروات زي سبانخ، زي بروكلي، زي فاصوليا خضراء، الخضار السوتيه عموما يعني بمجمله، لما تيجي تستويه لازم يكون الماء المغلي فيه ملح. وجود الملح على الماء المغلي في حاله سلق الخضار السوتيه يساعد على نضاره لونه الاخضر الجميل الحالي. شفت السبانخ راحت فين؟ كانت هرم من شويه، وهي برضو ما زالت هرم بقيمتها الغذائيه العاليه جدا. هنشيلها زي ما هي كده يا عم الشيف، زي ما هي كده سخنه، معلش. اللهم صل على النبي. هنحطها هنا في الكسروله بتاعتنا. اخواننا الشوام بيسموا الطبق السلطه ده زي الهندبه، مقبلات. ونسيبها في الصوص ده يا عم الشيف في التلاجه، المفروض تتحط في التلاجه ساعتين من الزمن لغايه لما تبرد. الله الله على السلطه دي يا عم الشيف، تتاكل بارده دي يا شيف، تتاكل سخنه يا شيف، حسب ما انت حابب. طبق السلطه ده بجد قيمته الغذائيه تتعدى قمه الهرم في ارتفاعه،
اه شفت الجو ده كده زي الفل، هنخليها نعمين اهي زي ما هي اهي اهي. انا بس علشان اقول دي سلطه والضيوف بتاعي يعرفوا ان دي سلطه، هي حاجه بسيطه صغيره خالص، معايا طماطميه حلوه كده باخدها اهو اهو. الله غاليه شويه، نحط عليها طماطم شيري صغيره اهو. حلو طبق سلطه لطيف والله يا شيف، تسلم ايدك. ده انا بالسبانخ دي الاولاد كل يوم اعملها لهم يخني مع الرز مع العدس. طبق سلطه حلو جميل، لما تبرد دي تاكل صوابعك وراها. زيها بيتعمل الهندباء اللي هو خير الريف المصري والصعيد المصري، اللي هو السريس. السريس ده يا اخوانا موسوعه علميه مكتشفه، هندباء طبق اغلى نوع من انواع المقبلات موجود في لبنان في بيروت بالذات، واخوانا الشوام السوريين. حلو الكلام، اللي هو طبق الهندباء اهو بالشكل ده كده اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده يا عم الشيف. طبق السلطه ده لطيف وحلو. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل، فيها تفاصيل، فيها خبره طهويه، فيها خبره طهويه. عملنا فراخ مشويه النهارده بالوايستر صوص، وشفنا خطوات تنفيذه بسيطه وسهله، تقدر كل ست بيت تقدر تعمل الاكل ده لاولادها بطريقه بسيطه. عدل الطبق ده للامانه شويه رز بسمتي ابيض زي الفل او رز ملون حسب الرغبه. عملنا طبق سلطه جامد جدا، طلع معايا ازاي مش عارف، لان بحب شغلي، بحب شغلي، ببتكر بدون ما انا فاكر ان انا ببتكر، هي بيطلع لوحده الابتكار. سلطه السبانخ دي نقدر ناكلها بارده او سخنه، قيمه غذائيه عاليه جدا، واضافه الليمون ليها بيزيد من قيمتها الغذائيه العاليه، ونقدر نستفيد بالحديد اللي موجود فيها يعالج الانيميا. رؤيه فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.